أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا وبوابة أخبار اليوم ومطبخكم وأكلة جديدة إن شاء الله من مطبخكم ومطبخ هناء العموري. النهاردة هنعمل الكبدة بالردة، شرائح الكبدة بالردة. عندنا مقاديرنا النهاردة الشرايح كبدة متقطعة رفيع، وعندنا توم، معلقة توم، وبصلة وسط أو صغيرة، وشوية شطة تقريبا نص معلقة شطة، وملح وفلفل وكمون وبيضايا. وعندنا ردة هنا هوت علشان نعمل بيها الكبدة ونقليها. اول حاجة بنحط في الخلاط بيضايا، تمام، بنحط البيضايا، وبعدين بنحط البصلة الوسط بتاعتنا، انا مقطعاها وبشراها كويس، وبنحط يعني رشة شطة، اللي ما بيحبش الشطة يستغنى عنها ما فيش مشكلة، بس الشطة مع الكبدة بتبقى جميلة، ورشة كمون تقريبا نص معلقة صغيرة، وملح وفلفل. كيلو الكبدة بياخد معلقة ملح كبيرة ممسوحة، ملح وفلفل، ومعلقة نص معلقة فلفل اسود. تمام. اخر حاجة بقى بنحطها معلقة ثوم مفروم. طبعا كتير ممكن يستغرب ان احنا حطينا بيضة مع التتبيلة، بس جربوها صدقوني هتلاقوها جميلة جدا، ومش هتعمل زفارة ولا حاجة. اللي بيعمل زفارة للكبدة انك تغسليها، لما تغسلي الاول لو سويتيها وحطيتي عليها مية لازم تطلع لها ريحة زفارة. بنضربها بتبقى ناعمه جدا وبتبقى تقيله شويه بسبب ان السوائل هنا قليله جدا، مفيش ميه ومفيش اي حاجه غير البيضه بس. تمام كده، هو كده خلصت. هنحط بقى كل التتبيله اللي عملناها دي على شرايح الكبدة، نزلها كلها. تمام، بنسيب الكبدة تتبل تقريبا نص ساعة مش اكتر، علشان الكبدة ما بتستحملش، مش زي الطيور او اللحوم ممكن نحط عليها تتبيلة ونسيبها يوم كامل في التلاجة. لا، الكبدة ما ينفعش نسيبها يوم كامل في التلاجة بالتتبيلة، لان هي بتتحلل بسرعة وبينزل الدم منها، وتتحلل وتلاقي لونها افتح قوي، بقى لونها زي الرمادي كده، وده كده اتقلبت حاجة مش صحية خالص. ما ينفعش تسيبيها بس نص ساعة في الثوم والبصل اللي احنا عاملينه والبضاية. تمام، وقلنا بلاش مية خالص وبلاش الكبدة تتغسل علشان ما تطلعش ريحة زفارة. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنجيب الردة بتاعتنا، هنعتبر ان ديت خلاص قعدت نص ساعة، هنمسكها بالتتبيلة بتاعتها كده، ريحة الشطة والثوم يعني جميلة جدا جدا جدا، وممكن تضربي معاها فلفل حامي، فلفل احمر او فلفل اخضر، هي يا دوب بس بتلمس الردة زي ما احنا شايفين كده، بتلمسها بس. نشوف الزيت بتاعنا حلو. تمام، ما بتقعدش كتير في الزيت تتقلي زي البانيه وزي البوفتيك، بالعكس هي بتقعد اقل من المدة شوية. ادي اول قطعة عشان ننزل قطعتين مع بعض. الكبده بالرده معظمنا بيجيبها من محلات الكبده والمخ، وبتبقى معاها سلطه وعيش بلدي،
بتبقى جميلة جدا، جربيها اعمليها في البيت. التتبيلة سهلة خالص، كلها ضربناها في الخلاط، وممكن تشيليها كمان في الفريزر زي ما هي كده بالردة. بتبتدي ترصيها في الاطباق الفوم، وما بين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك او ورقة بلاستيك، وكل ما تعوزيها بتطلعيها بسهولة وتقليها على طول. ممكن تخزنيها علشان تلاقيها في رمضان. هي ما بتقعدش، يعني هي على طول بيمسك فيها الردة بسهولة خالص. وده شكل الكبدة بتاعتنا بعد ما طلعت من الزيت. انا كنت بصراحة مقطعها بشكل متناسق شوية عشان يبقى شكلها حلو، حاولت اقطعها بشكل المستطيل. انا عاملاها تخينة عشان يبان لها طعم، الرقيقة قوي احيانا ما بيبقاش ليها طعم. جربوا الكبدة بالردة بتاعتنا بالوصفة اللي عملناها في الخلاط بسهولة قوي قوي، وممكن تشيليها في الفريزر زي ما قلنا على التحمير، تطلعيها على طول وقت الطلب. اتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها، والف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين.